العام أحد دروع الأمر مكافحة الفساد أسباب الإعداد عبد الغفار اللبناني معالي الأستاذ مدرب القاضي رئيس الاتحاد العام لعمال مصر معالي الاستشاري الكبير محمد الفيصل مساعد وزير العدل السيد اللواء محمد سلامة وكيل هيئة الإقامة الأردنية سادة الوزراء رئيس الاتحاد ورؤساء الإقامات العمالية ورؤساء اللجان القضية السادة الدكتور الأفاضل أهلا بكم ومرحبا جميعا. أتشرف بحضوري وسط هذه الكوكبة والقيادات العمالية ومحامي الإدارات القانونية. ومن المعلوم أن الاتحاد العمال دورة تاريخية في الحفاظ على حقوق العمال الدستورية والقانونية. فالعمال هم المحرك الرئيسي في التنمية والإنتاج. واحتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد المقرر عقابه سنويا في التاسع من دعم الشعوب والمؤسسات لقيام كفاءة وشفافية لمكافحة الفساد. ومن هذا المقرر فقد حملوا على تنفيذ دعواتهم الكريمة تأكيدا لدور العمال والمحامين بصفتهم رجال القانون في الحفاظ على حقوق القانون داخل الشركات وبحق التوازن ما بين مصلحة العمال ومكانة الإدارة. ولما كان المحامين الإدارات القانونية بادل القهوة للحفاظ على المال العام وحمايته من أي اعتداء وتحقيقا وتماشيا مع سيادة مؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس الفاضل عبد الفتاح السيسي والأجهزة الرقابية في القضاء على الفساد الإداري والمالي داخل الدولة بما ينعكس على الاقتصاد القومي. ومن هذا المنطلق قد كشفت الهمم والنقاط الموجوده عمال ومحامين وذلك من اجل اعطاء الوطن والحفاظ على المال العام. والتأكيد على استقرار المحامي اثناء ممارسه عمله كاحد اهم الضمانات الضروريه لتحقيق العداله والتفاهم. ومن هذا المنطلق فان رقابه المحامين بعد عن إنشاء لجنة للمكافحة عن الفساد بتضم السيد الرئيس رئيس تنظيم المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة وتضم كافة المحامين بالإدارات القانونية على مستوى الجمهورية. وهذه رسالة من الذي بها السيد الأستاذ النقيب يوسف الرعبية كان يجب علي أن أقول ذلك لزملائي محامي الإدارات القانونية. خالص شكر وتقديري على هذا الحفاوة التي وجدتها من القائمين على هذا الموضوع.